هوني الطفيلات كيف كتشوفوا بالنسبة للخدمة اللي خدمت لكم اللي هضرت لكم عفوا عليها. هذه شركة جديدة هون في قليميم، الغسيل السجاد والبطانية كيف كتشوفوا. بالنسبة لهاد الناس كيجوا عندكم حتى للدار، كياخذوا عندكم زربية ولا مانطا ولا هاد الحافات ولا أي شيء، وكيف كتشوفوا كيدوها لعندهم حتى كتنغسل وعاد كيردوها لكم. انا غادي ان شاء الله اليوم نصور معاكم مراحل هاد الزربيه كامل، وان شاء الله كيفاش غادي تصبن وكل شيء. مهم خليكم معايا، المهم هما جاوا دريك داو عندي الزربيه، ولكن انا غادي نمشي لعندهم ان شاء الله باش نصور لكم المراحل باش تعرفوا هاد الزربيه كيفاش كانت وكيفاش غادي تولي ان شاء الله. خليكم معايا طفيلات كيف تشوفوا. انا دخلت لاتولي صراحه لا فيديو اللي كنت شفت ما عطيش الحق لهاد يعني لي ماشي اللي كنت شفت انا في واحد لا فيديو شفتو صراحه. مقارنه فجيت صراحه انبهرت صراحه لي ماشين كبار. انا غادي نوريكم دابا اول مرحله كيجيبوا يعني ملي كيجيبوا من عندكم يعني بحال هكا السمو كيطرحوهم هنايا كيف كتشوفوا. هنا المرحله الاولى غدوز في هاد لا ماشين، المهم هانكم غتشوفوا زربيتي كيفاش غادي تصبن. المهم المرحله الاولى غدوز في هاد لا ماشين، ها هو يلا حطها الطفل، خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي يعني مرحله مرحله حتى نوصل لكم لا ماشين الاخيره راه كاينه لهيها مورا هادي. الطفيلات كيف تشوفوا واحد الكم غادي تشوفوه دريك لا يخلعكم من الغبره. شوفوا شحال ديال الغبره تساسس، وهذا القليل القليل من اللي غادي تشوفوا، لانه هون غير داكشي اللي تساس من الزربيه غير من بدايتها يعني اللي كيتلاح لهاد الجهه. كاين واحد البلاصه كيكون فيها كيمشي لها خزان ديال داكشي اللي كيطيح كلشي من الزربيه. صراحه تساس مزيان 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 يعني ماشي. شوفوا هنايا هاد البلاصه راه كتساس منها، شوفوا غير دوك الحدايد وهادو كيفاش دايرين، يعني الزربيه كتساس من فما كدوز من هذيك البلاصه لواحد البلاصه كاينه تحت. هانكم غادي تشوفوا هذا بمعي، شوفوا هاد البواطه شحال كينجمع فيها ديال الغبره، يعني كميه الخمله لا توصف، يعني كتنفض الزربيه بمعنى الكلمه. خليكم معايا لا فيديو صراحه فيه لي ديتاي لي ديتاي باش يعني اللي كتمر فيهم الزربيه ديالكم حتى كتصبن يعني من الاول حتى الاخر. المهم خليكم معايا غادي تكتشفوا دابا كيف كتشوفوا من بعد ما حيدوها داروها في الماء، ومن بعد غادي تبدا المرحله الاولى ديال الصابون في هاد لاماشين. خليكم معايا كيف كتشوفوها ما حطوا الزربيه كيريقل لا ماشين، وهاي خدامه عندي عند المهم غادي تكونوا كتسمعوني. بالنسبه لهنا كيدوز فيه الصابون ياك والشيتات ايه هذا دابا الصابون، ها هو هنا كيدوز البرودوي باش غادي تغسل، والما كيدوز في هذو الزرقين كيف كتشوفوا شتو. وهاد الزربيه كيف كتشوفوا كتدخل، كيف كتشوفوا دابا الزربيه راه بدات ما عرفتش كتسمعوني ولا لا بدات كتصبن
هون يا الطفيلات ثلاث مرحلة الغسيل كيف كتشوفوا، وهنا غادي يديروها في واحد لاماشين كيف كتشوفوا، غادي تعصر الزربيه ما غتخلي فيها مقطه ديال الماء. المهم هما دخلوها لاماشين كيف كتشوفوا. بالنسبه لهاد لاماشين بانوا لي جوج، يعني يمكن على حساب يعني الطول ديال الزربيه، انا ما خفت نكذب. ولا هذه يمكن ديال المانط، هذه ديال المانط، هذه ديال المانط، وهذه ديال الزرابه اللي كاينه هنايا شفتوها. ها هما دابا غيخدموها باش تنشف الزربيه. شتو دابا هادي كتعصر الزربيه اللي تصبنات كيف كتشوف، شوفوا شنو كيمرق فيها. هاي الزربيه من بعد ما مرقت صراحه واحد لابريون، وما كاين الماء تقولوا عنها ما تصبنتش كاع، يعني عادي بحال ناديه شوي ولا شي صافي. شفتوها مخليكم معايا تكملوا معايا المراحل. بغيت نبارطاجي معكم واحد الزربيه ديجا راه تصبنت، ما عرفتوش كتسمعوني ولا لا، حيت لا ماشين خدامه قال لي بانهم جاو فيها بزاف ديال الطبايع وصغار. انا صراحه انصدمت ما شاء الله من شوفوا راه اش غنقول لكم، راه كتبان بحال جديده فيها واحد لابغيونس، ولكن صراحه العين المجرده الكاميرا ما عطاتهاش حقها، ما في العين المجرده صراحه راه واعره ما شاء الله، نقيه 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 لواحد الدرجه قايله عنها. انا اصلا قلت عليها واش جديده والله العيال العظيم راه رائعه. ملي كانوا كيفتحوها قدامي واعره المانط، حيت انا تعطلت صراحه ما جيت. بالنسبه للمانطات راهم تصبنوها همايا كيف كتشوفوهم، هادو المانط ديجا جابوهم مع الصباح، كاينه هذه. المهم هادو المانطي كامل، كاينه هذه. المهم هنا راه تصبنوا، دابا غادي يعلقوا الزربيه، ومن بعد ما يعلقوها حتى يعني حتى تنشف يخبطها البرد ضروري باش تشمش، لان الشمس راه ضروريه يعني الفراش. وعاقب داك غادي من بعد ما تنشف مزيان غادي هذا غادي يدوزوا عليها واحد لاماشين باش تحيد فيها يعني شي داكشي اللي كيكون فوقها، وكيعطروها وكتسالي مهمتهم. صراحه هادشي عجبني بزاف بزاف، والجو فاش البلاصه فين كينشروا داكشي راه يعني مهوي مزيان كيف كتشوفوا صراحه، يا سلام. المهم كيف قلت لكم من بعد ما كتنشر كيخلوها حتى كتنشف، وكيدوزوا لها لاسبيراتور وكيديروا لها التعطير. بالنسبه لدابا انا ما يمكنش نتسنى حتى نشوف الزربيه ديالي، وهذا غادي تشوفوا لاسبيراتور كدوز هاد الزربيه، يعني ديك الا بقات شي خمله شي حاجه اللي رقيقه كدوز، وبحال الزربيه يعني ما كتبقاش ناعسه كتفيق تحل عينيها كيف كتشوفوها. راه الزربيه كيف كتشوف كتوقف كتبقاش بلا لان دازت في لاماشين وداك الشيء صافي. ومن بعد كيديروا لها التعطير، وكيف قلت لكم هذه اخر مرحله للزربيه صراحه. الله يعطيهم الصحه والله يكملهم بالخير يا ربي، وكنتمنى الطفيلات كامل اللي شافوا هاد لا فيديو يتشجعوا يجيبوا زربيتهم على ضمانتي. الحمد لله ما قطيت صورت لكم شي حاجه ويعني وتحاشمت معاكم ولا شي، جربوها وردوا عليا صراحه. شحال هذه بطيت على اليوتيوب، ولكن غادي نحط هذا الفيديو في اليوتيوب. علاش؟ لانه خاصو يتفرجوا فيه ا او زد، يعني واخا غنحط لكم لي ستوري في الانستغرام، ولكن غنحط لكم لا فيديو كامل باش تفرجوا فيه في اليوتيوب وتشوفوا يعني مراحل اللي غادي تدوز منهم كيف قلت لكم، اللي دازت منهم من الاول حتى الاخر. ها هما دابا هنايا غادي يعطرها باش تبقى فيها ريحه زوينه، ومن بعد غادي تنجمع ياك ودار في بلاستيك. هذا ريت لي هنايا، ها هو دابا. المهم من غادي يجمعها دابا وغادي تيكمل لا ماشين ويجمعها ويديرها في البلاستيك، ونوريكم المرحله الاخيره. هوني الطفيلات كيف كتشوفوا هما كيغلفوا الزربيه من بعد ما جمعوها، داروا ليها سكوتش يعني امبالاوها ما تنفتح ما والو، كيديروا ليها البلاستيك ديالها على حساب العبار اللي عندهم. شتو شتوها وصافي، كتبقى فيها تبقى الزربيه نقيه والريحه فيها زينه، وصافي كيوصلوها لكم عاوتاني حتى للدار عندكم.
وكيف قلت لكم اي زربيه كيكون عندها ترقيم ديالها يعني ملي كيجوا عندكم للدار كيشدوا عندكم النمره ديال التليفون وهذا والترقيم يعني بالزربيه كيكونوا عارفينها وصافي كي ملي كيبغيو يجيبوها لكم كتغسلوا كل شيء كيتصلوا بكم هي الاولى تكونوا يعني حاضرين في الدار كيجيبوا لكم عاوتاني الزربيه حتى للدار ديالكم. بالنسبه للثمن صراحه راه غيزونابل يعني في متناول انه يجيب الزربيه من الدار وينقيها بهذه الجوده ويعاود يردها لك للدار راه غير ما بغيتي تصبني زربيتك صراحه. المهم كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. انا غنقاد المونتاج ان شاء الله ونحط لكم وغادي ندير لكم دي يعني ستوريز بحال هكا في الانستغرام غير تعرفوا على القليل القليل اما لي ديطاي غيكونوا في اليوتيوب ان شاء الله.